نصيحتك دكتور انه تكون الولاده طبيعيه او قيصريه؟ انا بحب القيصريه اكثر صراحه، يعني بحكي الحقيقه يعني احكيك ليه. لا انت بتحبها بس، ولكن اي نصيحتي قيصريه، يعني ولادي خلفوا قيصريه، مرت ابني وابني وبنتي. شو السايد افكتس للطبيعيه؟ الطبيعيه مثل عندك فيراري، انت عندك بس حصوب بسياره جديده وسرعت سرعت وفت بالحيط كسرتها، هلا اخذتها عند شو اسمه هيدا الحداد، حدد لك اياها ودهنها، بس ما بترجع مثل ما كانت. انا فهمت الفكره. هي تخيل اذا عامل كذا حادث بهي الفيراري. ولاده طبيعيه، الولاده طبيعيه بصير في عندها وسعان بالمهبل، وبصير في عندها هبوط بالمهبل، وبصير في عندها اذا سعلت عطست بصير بيطلع بول، بيرتوح بول على كبر، وعلى كبر بيطلع صوت مثل الهواء بالجماع، بصير في صوت مثل الغاز كانه عم تطلع غاز من المهبل. اوكي، هيدول كلياتهم وهبوط بالمبول بحد ذاتها، يعني هيدول كلياتهم المره بتخربت المهبل تبعها. ليه؟ فيها تخلف سيزاريان، وما هلا تغيرت من ايام زمان كانوا يقولوا قيصريه لانه كانت القيصريه شيء وجع مؤلم، هلا بتخلف قيصريه اقل من الوجع من الولاده الطبيعيه. ما بتحس فيها ابدا. ممكن يصير فيها انها عقم بعد الولاده؟ ايه كيف؟ هيدي اسمها سكندري انفيرتيليتي، يعني جابت اول ولد وحبل الطبيعي وكل شيء، جابت ولد خلفته يا طبيعي يا سيزاريان يا قيصري. قيصريه بصير عندها اغلب الظن عقم من بعدها. ليه؟ لانه القيصريه من شق البطن ومن قطب البطن، جوا بضل في دم، هالانابيب ممكن يلزق عليهم الدم ويصيروا ما بيشتغلوا مزبوط، سو ما بيقعدوا بيشتغلوا مزبوط او بيتلزقوا هن كلهم الانابيب، سو بصير في التصاقات على الانابيب ناتج عن يا اما قيصريه او بالولاده الطبيعيه. وقتها بيطلع البيبي بيطلع الدم والخلاص كله، ممكن يفوتوا هالدم لانه بتعبى رحم دم على الانابيب، بتوثقوا الانابيب، سو ضروري تعمل سوره انابيب من بعدها لانه بتحبل دغري من بعدها.